كيفاش رحت من الغناء الراب موند واحد اخر للاعلام؟ ربي ولا قدرت تدي هذه الجماهيريه الكبيره؟ ربي سبحانه ولا غير ربي، ربي دارني. شوف لقيت روحي في كرينو بدون ان اشعر بدون ان اعلم، ما نكذبش عليكم، لقيت روحي في كرينو، لقيت محبه تاع الناس وتعلمت. نكذب عليك، انا نتعلم مع دي بروفيسيونيل، تعلمت مع الناس صحفيين كبار تبارك الله، نتبع نتقبل النقد البناء، باسكو كاين النقد البناء وكاين النقد المسموم. صح، باسكو كاين كاباب يكون النقد عجبتك هذه. انا نروح كمل كمل. تفضلي تفضلي. عجبتني. ابي انا نشوف فيك حس الفكاهه. نشوف فيك حس الفكاهه بزاف. لعبت لعبت. وشفتك يا شفتك في، علاش ما شفناكش في التمثيل؟ يعني علاه ما خديتش يعني الشريمه تاع تاع التمثيل؟ الكوميديا اللي سيري دار ريدا سيتي سداهم كاع، لعب العاقل لعب القبيح لعب البرفه. تحياتنا لي تحياتنا لي ريدا سيتي سد ما كاش كيفها، لعب ريدا ما تاكلش الخبزه. ريدا شغل لعب العاقل وبعد لعب ناس ملاح وبعد لعب الميشون وبعد لعب القتال، لعب حتى وين ضربت طوموبيل ما كاش. واش قاعده تحييوها ريدا بالمناسبه. سوميا نحب نسالها سؤال، انت كاعلاميه الله يبارك عليك سنوات وسنوات في الاعلام، شحال تعطي له النقطه على 10 كصحفي؟ وش رايك فيه كصحفي كاعلامي؟ كاعلامي دوك نقول لك، هو كان يغني الراب يا اخي، وعلى بالنا انه الراب ديجا يحكي الحاله الاجتماعيه، يحكي على حاله اجتماعيه صرات، ومن بعد دخل المجال الاعلام ما راح في نفس الطريقه، يعني ما راحش دار ما على باليش قدم الاخبار ولا قدم، باش نقدر نقول لك نعطيه النقطه. بالك ربما يدير في اشياء ما نقدرش انا نديرها، بالك هو خير مني في اشياء. شي بالك سير ماشي سير يديرها في صدقش ديرها والو تقبليها. من الناس اللي انت شفتهم لي رابور اللي كبرت عليهم انت وتحبهم وشغل تقادرهم لليوم؟ انا ما كبرت على حتى واحد. عندي الان انا طالعه ما طيحلكش من العود. لا لا رابور واعر في الجزائر تشوفو تعرفو. ما كاش رابور واعر في الجزائر الي بوك تاعي ما موش عايش في الجزائر. ما لا لا توباك نحب توباك الكول جي جزائري بوف دادي. اسكو ندمت على كاش غنيه راب غنيتها وطرحتها للجمهور؟ ندمت على كاع الاغاني باسكو انا دوكا شوفي شوف نعطيك حاجه. انا غنيت غنيت ابري دوك حبست الغناء، صليت لربي سبحانه قلت اللهم اني استغفرك واتوب اليك، خلاص الغناء. علاش علاش حاجه اللي خلاتني نحبس الغناء؟ مع ربي سبحانه، باسكو دوك ما نقدرش نقول شي امورات بالك تكون حساسيه مع الفنانين الاخرين. ندمت على اخر اغنيه درتها مع زنقا اي سي سي بابا. نو اي سي سي بابا هذيك الان الحمد لله ما عاودتش وليت. ماكش ناوي تولي؟ لا 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 ابدا ابدا. حتى لو كان كاشيك واعر قبيح تغني يعني في كاش سيري ولا يعني انا يعني نبيع كونترا مورال اللي دايرها الله عز وجل. برافو عليك برافو بدرام ربي سبحانه برافو عليك.